يعني انت حاول دايما تلاحظ قلب من امامك، تلاحظ انك لا تؤدي به الى خروج امراض قلبه. اذا انت بتقول لي قدام الناس وبتضايقني وبتنرفزني، طب انا بقى بدل ما كنت هقبل الحق، من غير ما ياخد باله يبتدي يكابر. وانت ساهمت في هذا حين لم ترحم اخاك، وحينما لم ترأف به وتنبهه بطريقة تجعله يستجيب. ورحم الله الإمام الشافعي، وقد أسند إليه أنه يقول إنه يعني إننا ما اختلفت مع شخص إلا وتمنيت أن لو أجرى الله الحق على لسانه هو مش على لساني أنا. ليه؟ ده بالعكس، الواحد مش عايز يبقى غلطان. قال: فإنه لو نطق بالحق لاستجبت له، لكني إن نطقت بالحق لا أضمن أن تغلبه نفسه. فيبتدي يماري. فانظر حب الحق يخلي المسألة. لذلك نحن يا إخواني نريد لقلوبنا أن تكون قلوبا محبة للخير، محبة للسداد، محبة للرشاد. انتوا عندكم حاجة أقوى من أن القرآن قال للمسلمين: قولوا للكافرين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ مع أنه اليقين شرط في الإيمان، شرط في العقيدة، من الشروط السبعة لكلمة التوحيد، زي ما موجود في معارج القبول لو تقرؤونه يعني. فتلاقي اليقين بقى يا قرآن، اليقين شرط في التوحيد. وبعدين تقول لي قول له يمكن انا اللي صح وانت اللي غلط او العكس، تعالى نتكلم. المسألة تقوم على اساس انك بتفسح الارضية علشان يبقى في قبول، علشان تقبل، علشان يؤخذ منك ان شاء الله الحق ما دمت على حق.